واضح عندهم سالفة مهمة. طيب شباب، الأسئلة خلونا نتناقش حنا وياكم فيها ونشوف مهاراتكم. السؤال الأول، طبعا الأسئلة ترى كلها صح وخطأ. أكبر قارة في العالم من حيث المساحة هي أوروبا. إجابة؟ أفريقيا. روسيا. أفريقيا. من قال روسيا؟ أنا. زهراني ما شاء الله عليك، صح، برافو. خطأ، جوابه خطأ. أكبر قارة في العالم هي آسيا. آسيا. طيب من اللي أخطأ فيها؟ أنت أخطيت فيها. ليش؟ كتبت صح. طيب شباب نوحد الصوت، أرهقناكم ما في وقت، فكتبت أكبر قارة في العالم هي أوروبا. 100 نقطة راحت عليك. طيب أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية هو جورج واشنطن. طيب اللي كتب خطأ يرفع يده. الله كتبتها ما يعذرون. كل اللي رافعين يدينهم كاتبين خطأ والإجابة صحيحة. صح. يعني كل من رفع يده مبروك عليك، 100 نقطة طارت. أنا معك. طارت. طارت. طيب. يقول طارت. يعني الإجابة خطأ. السؤال الثالث. خطأ. أول رئيس للولايات المتحدة هو جورج واشنطن، إجابة صحيحة. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث تكتب صح بالضبط. طيب نوحد الصوت. لا هذاك مكتشف أمريكا. طيب جسر الملك فهد يربط بين المملكة العربية السعودية والكويت. صح. صح. خطأ. الكويت. بحرين. متأكد؟ خطأ خطأ خطأ. طيب الإجابة خاطئة. شباب نوحد الصوت عادي، إذا ودكم تصرفون عادي أطلع أنا ما في مشكلة. لا تكره، لا حنا طالعين وانت الداخل يا ونايف. طول عماركم. طيب السؤال الرابع، قرية شلون؟ ما أدري عاد عنك، أنت حسبها بينك وبين نفسك. كم سؤال؟ ثلاثة. خطأ صح خطأ إلى الآن. طيب قرية ذي عين التراثية هي إحدى القرى التراثية الموجودة في أبها. لا أبي اللي كتب صح يرفع يده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الإجابة خاطئة. طيب في مدينة الباحة، في مدينة الباحة الإجابة الصحيحة. الدماغ هو أثقل عضو في جسم الإنسان. الدماغ هو أثقل عضو في جسم الإنسان. اللي كتب صح يرفع يده. كل اللي رفعوا يدينهم مبروك عليكم، 100 نقطة طارت. هذه صح أستاذ ناصر. صح يا وصح أستاذ ناصر. خطأ. الإجابة الصحيحة الكبد. صح. الإجابة الصحيحة الكبد. طيب عدد الكواكب الشمسية 8. شباب نوحد الصوت، عدد الكواكب الشمسية 8. صحيح. صح. إجابة صحيحة. صح. المفترض أنها صح. صح نعم. أبعد كوكب عن الشمس هو كوكب المريخ. خطأ. صح. صح. خطأ. اللي كتب صح يرفع يده. هو زعل. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. مبروك لك. كذا وفرتوا النقاط لنا ترى، اللهم لك الحمد. بيض الله وجيكم على كرمكم. الإجابة خطأ. الحمد لله. الإجابة الصحيحة نبتون. ما هو نبتون؟ نبتون 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 نبتون، هذاك شاهي، هذا كوكب. طيب السعودية هي أكبر دول الخليج من حيث المساحة. صح. إجابة صحيحة يا سلام. طيب أعلى جبل في العالم إفرست. هو جبل إفرست. صح. إفرست. الإجابة صحيحة. صحيحة. صح 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 هلا. صح صح. خطأ خطأ. صح. أعلى قمة في العالم إفرست. هي خطأ خطأ. هي قمة إفرست. صحيح. يس. يعني صح. صح. من اللي كتب صح؟ ها. أنا طال عمرك. أفا يا ذا العلم. أخو سعد. حنا كاتبين هنا أعلى جبل. وإفرست أعلى قمة. طيب قمة إيش؟ قمة جبل. صحيح برافو. كلها صحيحة كلها صحيحة. كلها صحيحة. طيب السؤال الأخير، ملعب الملك فهد الدولي يعرف بمسمى. خلوني أقول السؤال طيب. يعرف بمسمى الجوهرة المشعة. جدة جدة. الإجابة خطأ.
ملعب الملك فهد يسمى ملعب الدرة. برافو. طيب هذه هي الأسئلة اللي أعطيناكم صح وخطأ، وهي راح تكون أرصدتكم في الرصيد الخفي وفي الرصيد الظاهر. الدرجات راح تخصم عليكم في الرصيد الخفي من قفلة المايك، من 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 القوانين اللي أتوقع أنها ما تخفى عليكم، واللي حاب أنه يطلع على دستور البرنامج عادي يمر علينا في الإعداد بكرة، بعد بكرة ما في إشكالية، ونحن راح نعلمكم وش ال أي وش الخصومات. لبي أي موضوع؟ المفاجأة. أنا قلت مفاجأة. دايم دايم. أنا قلت. طيب. لا اللي يقدح ناصر غامدي، أنا ما أقدح معه. طيب.